شكرا للأخت وفاء، في حقا من المؤسف جدا باش الجميع يسمع هذا الخبر ديال الاعتذار، واخا هو هذا الاعتذار يعني كنا كنتفاداه طيلة واحد 6 أو 7 أشهر، يعني من يناير فبراير 2012، ولكن من اللي جات يعني المسألة صافي ما بقاش لها. أنا تنظن تشكر أولا الصديق عبد الله على التدخل ديالو، وثانيا بالنسبة للمسائل المادية احنا كان كفريق الشيخ محمدية ما عمر كان على مشكل مادي صراحة، والمشكل المادي ما ليس سببا في اعتذار الشيخ محمدية باش نكونوا واضحين. وشنو هي الأسباب؟ الأسباب أنا جايك الأخت وفاء، ما كيخفاش عليكم بأن المدينة الوحيدة يعني في هذه المنطقة اللي لا تتوفر على قاع مغطاة، وهذا من 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 يعني من المعيب جدا أن مجلس بلدي يعني بالقيمة والقدرة يعني لهذه المدينة ما قدرش يوفر لهذه الساكنة اللي غير محظوظة واللي كتسمى على مر العصور بأنها مدينة زور والرياضات، فمن اللي كتشوف في مدينة بحال هكا ما عندهاش قاعة مغطاة هذا يؤسف له. ثانيا كاين مشاريع، وتنحيي من هذا المنبر هذا المبادرة الوطنية للتنمية اللي في 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 ظرف يعني وجيز استعدت بتشييد قاعات مغطاه يعني في واحد الوقت وجيز، وعتقات الناس المدن وحده اخرى. كاين مدن صغرى اللي لحد الان دابا عندها 2 3 القاعات، وكاين مدن اللي الحمد لله كلها عندها القاعات ديالها، الا هذه المدينه ديال المحمديه اللي مسكينه. واش الفقر كاين في يعني في الدماغ ولا ما عرفش كيفاش. السي الخزري، واش نفهموا من الحديث ديالك ان السبب الرئيسي في الاعتذار ديال فريق شباب المحمديه الكره الطائره هو الغياب القاعه؟ انا بالنسبه لي لان الاخبار اللي كاينه هو ان من بين الاسباب اللي ادت الاعتذار للفريق هي تراكم الديون. لا 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 لا, لا صراحه احنا مع عمر الفريق كان عنده مشاكل ماديه. كاين يعني بعض الاسباب اللي خفيفه وكان ممكن تجاوزها مع المحتضن الرسمي للفريق والكل كيعرف، ولكن المشكل الكبير والكبير جدا هو القاعة المغطاة. ولا يعقل ان دابا انا كنقول لك لا يعقل ان مدينه بهذا الحجم هذا ما تكونش عندها قاعه مغطاه وعندها فريق كبير وكبير جدا، وثانيا هذا الجمهور المسكين اللي تعطش باش يحضر المباراة، فين غادي يمشي؟ واش اشاك فوا غيبقى يمشي للدار البيضاء باش يحضر التدريب باش يحضر المباراة ادوميسيل؟ هذا غير معقول. وعاد باش يزيد عليه المصاريف ديال التنقل، واش اللعابة خصو يجي يتريني في البلاصة ديالو باش يسالي ويرجع لدارو ويرتاح؟ خصنا نمشيو نتسناو حتى 11 الليل تجينا الحصة ديالنا، ولا ما تجيش، ولا غادي يجي واحد من منطقة واحدة أخرى للمدينة أخرى يفرض عليك شي أمور؟ هادشي راه ماشي مقبول. إذا بالنسبة لي أنا السبب الرئيسي ماشي هو الماديات، وغياب قاعة مغطاة للفريق يخوض فيها المباراة. هذا مشكل مطروح يعني منذ سنوات، يعني عشان نقول لك 93 94 الى حدود الساعة ولا لا يعني. ولكن الفريق سي الخزري، الفريق استطاع انه يتعامل مع هذا المشكل لسنوات، وكانوا القاب يعني في ظل هذا الوضع اللي تحدثت عليه كانت الازدواجية، كان تألق على صعيد منافسات البطولة والكأس. يعني إلا كان تألق في هذه المدة مع هذه المشاكل، فالمكتب اللي المكاتب اللي كانت كتبذل جهود وجهود قصوى باش ما تبينش للآخر بأن راه عندنا مشاكل، ولكن حنا يكون بالك منذ سنين هذا المشكل مطروح. راه حنا ماشي غادي نربعوا يدينا نتسناو حتى الناس ديال المجلس يبينوا لنا قاعه، كنمشيو نقلبوا على قاعات، كنتبعوا السبان، كنجمعوا المعيور، كنسمعوا بان انتم نازحين، انتم كذا الى اخره، ولكن كنغمضوا عينينا وكنهضروا مع هذا ونتقادوا مع هذا ونتعرجوا مع هذا الناس، يعني من مصلحه الفريق، ولكن كتجي واحد الوقت لان سير دوان قلتي بان الغياب ديال القاعه هو السبب الرئيسي ديال الاعتذار ديالكم. واش انا السبب الرئيسي؟ طيب بالنسبة لك سي الخزري، واش ننتظروا أن فريق شباب المحمدية الكرة الطائرة أنه يرجع للمنافسات حتى توجد قاعة مغطاة خاصة بهذا الفريق؟ غير ممكن. شنو اللي غير ممكن؟ غير ممكن أن في غياب قاعة مغطاة يعاود يجير للفريق ويعاود لا حتى تنشأ قاعة مغطاة علاش ممكن نرجعوا نشوفوا الفريق ديال شباب المحمدية؟ شوف تنشأ قاعة مغطاة أنا عطيك الفريق حدود سنتين
طيب نشكرك. يعني الحمد لله نشكرك الحمد لله عندنا مزرعه، عندنا بيبينيير ديال الوليدات، وعندنا ماشي ما عندنا جايكين، ولكن القاع المغطس هو النقطه السوداء في المدينه الجميله. طيب الرساله واضحه السير دوان الخضري الناطق الرسمي باسم فريق شباب المحمدي.